قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وأجود ما كان في رمضان، كان في رمضان أكثر عطاء، لأنه ليس أي شهر في الحقيقة. شهر رمضان هو شهر العطاء، هو شهر الصيام، هو شهر القرآن، هو شهر البذل، هو شهر عمل الخير، هو شهر ليس العطاء المادي فقط، بل هو شهر العطاء المعنوي، شهر التسامح، شهر الحب، شهر الغفران. والله يجعلنا وياكم إن شاء الله أن نكون أجود ما نكون في رمضان. يا باغي الخير، أقبل للمساهمة والمساعدة مع جمعية دار البر عبر أرقام التواصل الظاهرة على الشاشة.